السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة الأعزاء، وعودة إلى عالم الإنترنت. وحنكو سوى الله بنا إن شاء الله تعالى عالم كي إنترنت كا. لكن ما أنت وحنكه لنا إنترنت كنفتيس أيان ربعين عن كهذا لو إيو لباتو ينك ويالن كرو إيو هدو وناك جرو وناك ويالن كرو إيو مركو ربعين لأوران كرو وسلاح ذو حدين وبر لبا أفله. هذا هو حان ربا إنا نكوس وبندق ما أنت وصية دردارا ودردار مي قف آباء أو حكيم أه إلميهيس ويلكيس إيا جبرتيس دردارا كاسا ربا إنا نعنو نصيه ولا لها يوردن نفتا إذا أن كوسي قفكو وباهي بدن موضوع أن نجيدين أيو إخواني وأنيغا إذن كورتينين تان لقارين ثم وددك مسلمين تقف كستو مسلمة وعباهن قابك وولاد رقم لها انترنت كي عالم كان مفتوحا نقضي اولا فران تكنولوجيا عصرية اي ادون كان قرية اي نقطة هل تولو بل قابك يد ولاد رقم يسا ان اي نوحيس كي قبر عروجين وحان مركا ورك قوة دي دونا وصية اي تردارا تردارا كوحك كوبين يهي كوب اي طبان قضب كوبين يهي كوب يتوان كا قضب وا دردار وناكسن رنتي قف با مسلمة ايا كل بسوهن دسيي لكن وحي خير مرك الله أركو والله سوق هذا أنو ما أنا فكرهان ومن كينين لكن وحي حكمة في عن أن هلي لكن أن إن أفسو مالي كسو ترجمو تد كيغن أسو قد بيو أن قوستا إن شاء الله تعالى أباني وحولي هاي ويل كيغيو وحلي لهذا جوجل كا iyo Facebook iyo Twitter ka WhatsApp ka Fiber ka Snapchat ka iyo dhammaan mareegaha iyo waxyaabaha la adeegsado social media la yiraahdo waa bad amiq oo dheer bad aad iyo aad moolkeedu u dheer yahay weeye waxa ku dhumay oo dardaarankii ninka xakiimka waxa ku dhumay أخلاق ذي الرجة وحا كودا يعمي عقلي وحا كودا يعمي تدوى وين يا تدير يا انتبه وحا لقضي مول كاسي حتى قبله يريرا ايدلن يرتاها اي ولي انقور كجارين بداسي وح بدن او كميدا بي لقضي وحو كلا دردار بمركة نكا حكيم كي ويل كيسا وحان كاقد ديجايا فاحذر حذاري حذاري وحان كاقد ديجايا إناد التوغل فيه هوس إناد أقشوه أيان كاقد ديجايا دردار المهمة بسيجي وحولو ويلكي وواحد نقطة كالنحلة سيدا الشنيدة باش اللي لاد الشنيدو واحد كرد على كلي أي كدك تا واحد طيب أو في عان بلو فير سادا واحد اللي لاد فلاوريسك إيو وبحياد إيو ميلاه أدقية بي الشنيدو كدك تا مركا النقوبو لسيدا النحلة داس او وحي في عن الاركتو او اديغا نفت هاد ايا دادكا كلابا انفعا ايا كا قادو صفحات كا ايا بيججكا اد احمريسو ووسيادة لابادية دردارن كلابادو حلو ويل كيغيو هنقنن لا تكون كذباب سيدا الدخصيغا هنقنن اما الدخصي اما الدخصي اما الدحسي دادكا قارباو حيير اهدان اي هنقنن دخصيو كالي او اسو كرعا وحن ايا وحفي عمبا isagoo dhax fadhiyaad arkaysa daqsiga isagoo quranka dhax fadhiyaad arkaysa isagoo wasaqda dhax fadhiyaad arkaysa wuxuuna soo naqlinaya aljaraathim wal amraad min duni an yashur waxyaaba xun xun ee jirooyinka abu keenaya daqsigaasi isagoon isagu isogeyn buu keenaa marka kaana iska ilaali buu wa dardaaranka saddexaad wuxuu wiilkaygiyo u fiirso internetku waa suuqun kabiir وسوق آد أوين ويان وأسواق حرة وميل وين أو آد أوين ويان قف والبنا وحو كان سدا سل عديس إي ألابتي سو كان سدا ألابتاس نقادة مجان ما مجان وبلاش وح بلاش السوق وين لما صور لقو تدك قار وحي ربان مقابل نول بمركة وحو ربان مقابل إنه وبدل إنه وح كاسو قلو سوق مركة سوبان دكتو ألابات كان ستا ألابتي وإنه وح كهشو والا قما مارمان waxa ku jira dadka qaar doonaya marka in akhlaaqda dadka kale ay fasahaadiyaan
waxaa ku jira qaar fikirkooda xun ee gurracan soo bandhigaya ummadda ku soo waxaa ku jira qaar iyagu shuhre iyo caan un inay noqdaan ka raba waxaa ku jira dad muslixiin oo raba inay wax hagaajiyaan baa ka mid ah wuxuu yidhi marka adigu waxba suuqaha ka gadanin ilaa inaad iska baarta muugi wax walba iska baar ma sax ma fiican yahay dheydkiisu ma dhacay taariikhdiisu alintaaj walintihaa goormuu soo baxay goormuu dhacaya waxaa iska hubi dardaarinka afraad wuxuu yidhi wiilkaygiiow waxaad ogaataa internetku waa ama linkiga waxyaabahan aad aragtay ee rawaabita ee laysu soo diro linkiyada laysu soo diro oo mararka qaar haddaad furto waxaad weeyaan waa meel lagu baaba'ayo waa meel lagu dhaco oo maaragtay dhibaata kaaga soo baxaysa shar baa dhex fadhiya soomaada arag marka qaarkood waxyaaba fayris oo inta lagu soo diro hal mar haddaad furto adiga dhan ku baabi'inaya oo internetkaagi iyo kombyuutarkaagi kaa baabi'inaya marka waa tadmiir oo wax waa tadmiirul akhlaaq bay marka waxaan akhlaaqdii ayaa ku burburaysa wuxuu yidhi dardaaranka shanaad wiilkaygiyo iska ilaali inuu noqdo internetku meel ishaacaadka probagandada iyo waxyaabaha xunxun aad ku faafiso iska ilaali oo kale wax intii la jarjaro ama suurada dadka iyo sawirada wadaarta intii dadka laysku soo jarjaraa laysku diraa markaasaa halka ummadda laga daba qaataa ama wax markay noqotoba qoraalkii intii wax lasoo kakaba ayaad moodaa karmo qoraal ahaan markaasaa iska dhiga aduu wax wax qoray umuurahaas iska ilaali buuri wiilkaygiyo wuxuu yidhi oo kale wiilkaygiyow inta aadan wax qorin ee commenti aadan bixinin oo tacliiq aadan wararka dadku soo qoreen aadan saarin ka fikir horto bal arrintaas waa muhim ikhwaani waa layna weydiin doonaa ilaahay wuu ina warsanayaa annaga maanta waxaa weeye qof baa raba inuu wax qoro markaasaa comment layska saarayaa waan jeclahay ee waa fulaan good waa mahadsan tahay waa kan qof kale wuxuu leeyay waa xun tahay waa horta waxaan hawlo jeedin intibaacaaga iyo adiga maaragtay ee dareenkaaga keliyaha ku jawaabine waxa aad dhahaysaay ma saxba mise dad baad u jiibinaysaayo been baad sheegaysa marka iska hubi waxa intaadan wax qorin ka fikir wax uu anfacayo allah raalli gelin hadduu yahayna samee haddii uusan allah raalli gelinaynina kahar wuxuu yidhi wiilkaygiyo dadka sadaaqadooda qof aadan arkaynin bal u fiirsada oodan indhahaa u arag oodan aqoonin ha isku halaynin saaxiibtinimadiisa maanta innaga waxaa wey internetka waxaa leeyahy qofku intaasoo frandis baan nahay saaxiib baan ku leh internetka frandis tiro badan baan haystaa marka dadkan dadaa taqaana ma ogid waxay yihiin hana xukumin dadka waxay qoreen keliya ha ku xukumin yacani waxaa laga yaabaa qof baa qoraal fiican maalin walba kuu soo geliya wax fiican baa aad ku aragtaa meesha yacni min khilaali qoraalkiisa keli ah ha ku xukumin wuxuu yihi suurooyinka wadaarta facebookyada sawir baa lasoo saartaa waxaa laga yaabaa sawir aan qofkiiba ahayn oo qurxan oo kale in laguu soo saaro akhlaaqdii waxaa lagaaga dhigi mid fiican baa lagaaga dhigi kelimaadka ereyama macaan baa lagu adeegsan waxaana suuragala qofkaasi inuu yahay xataa wadar dad diin sheeganaya oo iska dhigaya rijaalu diin iyo dad culimaa inay yihiin oo sufaha iyo qaab noocaas u dhaqmi baad mararka qaar arkaysaa waxaad arkaysaa dad iyaguna ka dhigaya inay maaragtay wax fiican sug oo aqbaxulqabaaix keenaya qof iska dhigaya inuu yahay kariim iyo qof deeqsiya oo dadka ugu bakhaylsana qof iska dhigaya inuu yahay shujaac iyo geesi oo dadka ugu fulaysan waxaas oo dhan ilaa man raxima rabbuhu waxay ku wada jiraan halkaana laga helaa suuqan weyn ee internetka baa laga helaa wuxuu yidhi wiilkaygiyow arrinta toddobaad mise siddeedaad waa arrin inoo jirna ka digtoonow al asmaa almustacaara magacyada lasoo ergisto ee aduu adan lahayn iska ilaali maxaa jira u fiirsada qof baa magac qoranaya aan jirin abuu hebel buu qortay abuu fulaan ama ummu fulaan oo kale mathalan ama magac kale unba kaagii ahayn buu qoranaya ruuxu ruuxaasi waxa weeye saaxiibkaasi laa yathiquuna fii anfusihim waa qof aan naftiisa aan ku kalsoonayn magacii lagu bixiyey aabbaha kugu wanqalay iyo hooyada buusan qofku ku kalsoonayn sideed marka adugu kalsoonaan kartaa qofka isaga iska ilaali magacaadan lahayn inaad soo caariyaysato ilaahay baana og fi sirri walakhfa yacni waxyaabaha qarsoon na rabbi baa subxaanahu watacaala ka warqaba wuxuu yidhi wiilkiigaygow dadka ha aflagaadaynin qofka ku aflagaadeeya u fiirsad arrintaa qofka duuxta adig wax kaa sheego adna ha u jawaabin maxaa jira fa anta tumathilu nafsaka wuwa yumathilu nafsahu
والله هذا الكاس وهذا العجب بني اخواني يعني قف با اديق كو وسخينيا اديق وقف في عنا هبا لو وسخينيا مرك قف كا دوح كان شيغو نينك وحشيغي نفتي سو متليا اخلاق دي سو متليا ادونا اخلاق دا متليسا مرك متيسي بعد او مرك كو دينيسا وددي سي مكد با قايد وكل اناء بما فيه ينضح وعربت الى الان ويل ولبا وحو ديدا وحا كو جرى دي وضرتي وبكيري اما كوب اد برف اد كشوب تقوليسا بنانك وحا ايمانا يا برف كي قوي بقى وسو بحية هداد كوبات شاه اما شاه اد كوب كشوب تانا كوليل كيبا بنانك وكل اناء بما فيه ينضح وحو لي وحي كجرة ايو كيمانا وحو يري ويل كيجيو وحيابا اد قريسو دوره اري في عنا قر ملائكتا ايا ايونا كلا قريا والله تعالى من فوق الجميع يحاسب ويراقب الله بان إن قصر رأي ويسنا سيم مراقبين يؤمرت إيضا فيرنا يسون وحولي ويل كيجيو وحا أن وعب سيبادنا هاي بد انترنتك وإنات فرستو وحيابا حرامتا إيو كلي بيضا فجور كي يفسقك حنبارسان إلا سوق لينيو هدي مرك أفرس قفو البو naftaada haddaad aragto iyada oo gudbaysa waxa xunxunka dhaafaysa oo ku hakanaynin haddii aad aragto way roon tahay ka faa'iideysa waxa fiican naftaada iyo mujtamacaaga iyo bulshadaada uga faa'iide haddii aad aragto laakiin naftaadu iyadoo muraawaqo ku samaynaysa oo sida dawacada daba wareegaysa laqataadka xunxun iyo fujuurka iyo kilibyada xunxunka raadsanaysa haddaad aragtay muxaramaadka فهرب من دنيا الانترنت انترنت كأدون كيسة كعرر إساق الدنبا سيدا اللباح اللو عرر وعرر محاجر إخواني مثواك سيكون مثواك وحون نقندونا النار بو نقندونا داد حمان تا كسعوتا وسيكون خصمك غدا مولاك سبحانه وفك كل الدودي دونان آخر والله سبحانه وتعالى مركا ومتبر هي سيدا هذا دارت النفط الأدو يسحكن انترنت كعوا سوق الشي وفرسانيسا سوما هدادرت نفتادو يدو اي كليب يدو حن حن راتسانيسا وحا قاوان اي كو نو عاس وغارسانيسا هداد عرقتو ورميشان كعر اسكعر هدادرت اسكحر انترنت كدان اسكحر اي فيسبوك اسكحر هداد عرقتو اديقو قد بيو او اسرافين ايو او ويحي حن بركين لو كردعان قد بينا واترون تهي امد او فايدي جبا جبا دي وحكو جبا جبا وحو ليابوني ويل كيجيو من اهم مداخل الشيطان وفرسانيسا شيطانك ميلها وكسو قالو دادك وحا وقبضاني والغفلة والشهوة وحقيقة لا بضع عرمو الغفلة والشهوة وهلمان يشهوة انترنت كينا لبضع سوى لبضع تير وكوت تاغين يهوي إلهي أمركي لبضع تير وكوت تاغين يهيبا وإنو وحكو هلمان سمال دويد ما أركيي ولا لا قرار يرسو قرار رنتي و أدب أفعنا oo ah ka hadlaya saacadaha 24 saacadood meesha ay ku baxdo ee aad leedahay marka ay qaabka u xisaabiyeen waxaan filay inay ka dhigan 12 saacadood inuu qofku shaqeeyo kana inay tabaan ka yaraatay ahayd ee intaas laakiin waxay siiyeen 6 saacadood media inuu ku dhex jiro qofku waan isleeyahay dad badani 6 saacadood iyo ka badan boo ku bixiyeen media okay haddii aad ku laabato cimrigaaga oo dib u xisaabiso oo 6 sano inaad jirto aad ka soo qaado sidee buu u kala baxay cimrigaaga haddii 8 saacadood aad seexato 6 sano aad jirto 20 sano halka ku baxday sida moogta horta waxa ku soo haray waa 40 wuxuu noqonaya sano ayay noqonaysa 8 saacadood shaqeynaysayna 20 kala halka ku baxday moogtahay 40 saas ugu tagtay 20 baa ku soo haray tayib haddii aad cuntadii celcelin ahaan 3 saacadood habeen iyo maalin iyo wax la isku daray ay noqoto waxaan jira nus saacad ay noqoto taqriiban 3 saacad ay noqonaysa haddii aad xisaabiso haddii la isu wada sibahaaga iyo dhalinyaranimadaadina 15 sano ay inaad caruur ahayd ka soo qaad imrigaagi 6 ka hadal hadda ila xisaabiso 2 sano soo hareysa ama 3 sano soo hareysa 20 hurdo u go waa sidaa saxda saxsa waa sidaa way 8 saacadood ka aad saacad 20 waad hurday labaatan kambaniga aad ka shaqeynayso oo kursi baad ku fadhiday 40 ka baxday 15 sanana waxa weeye caruur baad ahayd waxba laguma darsanaynin 3 sanana cuntad cunaysay yani isku dardarkeedii nus saacad ee la xisaabiyo meeqa soo hadhay dadki xisaabta yaqiinay waxaan filayaa ama waa 2 sano ama waa 3 sano hada waa cimrok
عمرقاق وكا مركا الغفلة اللي حصا عضوضها طيب وكوبا حدا كورا انترنت يا فيسبوك يا عاو واحد كل حجرتيو سناب شات يا بلايادا لسو صوتري مركا قفل بوبا غفلة سوى ميتاس يدونا خريبة يسا وحانا انترنت كرونتي يهي فائدة ديسو إنو يهي سام كوبل لون السلاح ذو حدين وبر لبا أفلا وفائدة سو خدمة نفط هذا يو مش مسلمين طبعا لكن أديك يوسن كو استخدام سن يان لو أديك سنين ميد كو دميانا يوسن نقنين حجنا يونكو نقنين أديك حجة هكو نقضو نسأل الله الهداية والتوفيق إلهي بمحمد دي سنين نهانون يينو نوافج خيرك إلهي سبحانه وتعالى وحمد دي سنين إذن كهرتين بينه أنا جاي وأنفعه إذن كان وإذن كأفعه كلمة دينه وكديتو كلمة نافعة وكديه وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.